أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على حفل تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لفائدة 1351 مكتتب من برنامج عدل كناب 2001-2002. كما كانت المناسبة فرصة لطمأنة مكتتبي 2003 الذين سيتحصلون على قرارات الدفع يوم الفاتح من شهر ماي. تقول نادية الراشي: فرحت الحمد لله يا ربي، تقول هذا ينزل الحمد لله يا ربي. دات سوسيال، دات ريفي، دات بارتيسيباتيف، دات لاديان، وراني راني اليوم راني الحمد لله عطاوني سي تي سيربريز كي عاودوا كونفوكونا اون 2013. سي تي سيربريز، سي تي ديليفرونس، على بالك ابري الاخر سي كيلكو شوز. لأعوام طاردهم شبح الانتظار، اليوم اختزلت السنوات في لحظة لا يمكن وصفها بالمرة. هي قرارات استفادة لفائدة أزيد من 1350 مكتتب من برنامج عدل كناب. بعد ما توقفت العملية تاع عدل، يعني مأساة، ما يفوق 240 ألف عائلة عندهم مجرد وثائق مكتوب عليها أن الملف تاعكم تطرح واستنوا برامج. الحمد لله حتى هذا الكابوس فضل سياسة تاع فخامة الرئيس، برنامج نتاعو، وكل ما قام به السيد الوزير الأول وطبقناه احنا، كل عاودنا لهم التسجيل نتاعهم في برامج حقيقية. بين سكن اجتماعي وبيع بالإيجار وسكن عمومي ترقوي، ولاية تيبازا تشهد إنجاز وبرمجة مشاريع سكنية ضخمة. الجودة وراحة المواطن عنوان هذه المشاريع. الدولة تقوم بالواجب الاجتماعي تاعها، ولكن كل ما يتعلق بالتجاري والمرافق اللي يعني اللي مفيدة مادية بالنسبة للمجتمع، هذه احنا نتمنى باش يكون الشريك نتاعنا وشريك حقيقي القطاع الخاص. من ولاية تيبازا وزير السكن والعمران والمدينة يرد عن انشغال مكتتبي 2013. في الأسبوع الأول نتاع ماي، شهر ماي، يبدو ياخذوا الأوامر بالدفع. زيارة الوزير كانت أيضا فرصة لوقوفه عند مشاريع السكن الترقوي العمومية.